بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة العاشرة من حلقات هذا البرنامج المبارك الدرري في بيان فضائل الآيات والسور. ودرتنا لهذا اليوم في بيان فضائل سورة الأنعام، هذه السورة العظيمة التي احتوت على معان عظيمة جليلة. جاء في فضلها عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في فضل سورة الأنعام قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا، ونزلت جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وشيعها 70,000 من الملائكة يسبحون الله عز وجل حتى ملأوا ما بين الأخشبين، والأخشبين جبلين بمكة المكرمة. هذه ثلة من فضائل سورة الأنعام. أسأل الله عز وجل أن ينيلنا فضل هذه السورة العظيمة ويرزقنا تدبر معانيها وكلماتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.